سألك أشلكم. قبل كده واحدة سألتني في المعرض الكتاب، هي واقفة قدامي في معرض الكتاب تقول لي في المعرض الكتاب. طيب. واحدة كانت ركنت العربية بتاعتها وكانت صورتها وما تعرفش هي ركنتها فين، فجت وسألت هو العربية بتاعتي فين؟ قلت لها أفندم. الصورة صح؟ أفندم. في مرة واحد صيني هو بيتكلم لغة عربية لغة عربية، فكان بيقول لي أين يوجد الأزهر الشريف؟ قلت له على طول في يمين، فهو بيشرح له أنت سوف تمشي على طول ثم تدخل يمين سوف تلاقيه في وجهك اللي هو في وشك. فجاية المفروض يعني عايزة تسأل عن النشر، لا هما جايبين اسم الكتاب والكاتب، المفروض ان هم بقى بيكسبت ان احنا ندلهم على الكتاب موجود فين، ولو ما عرفناش لو انتوا مش اشياء ولا ايه يعني، بصوا باحتكار كده. فهو لا احنا عارفين دار النشر، تعالى باسم دار النشر وانا ممكن اقول لك الكتاب فين، انما هو بيجوا سالين على الكتاب اسم الكاتب، لو انا قلت لك كمان اسم الكاتب بس زي ما تعرفيش.